والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم خوتنا المغاربة داخل أرض الوطن وخارج أرض الوطن، خوتنا الجزائريين بطبيعة الحال ديما، والتونسيين والليبيين والموريطانيين، وقالت في شهد بشهد لا إله إلا الله شهد محمد رسول الله، وجميع متتبعي محتوى السجون المغربية، تحياتي واحتراماتي وتقديري لكم جميعا خوتي، ربي يحفظكم والله يطول لكم في معمكم، وخوتي ورب لكم نتوما القناة ديالنا غادي لكم نتوما المتتبعين كاينين هنايا. خوتي اسمحوا لي شويه بحبح عيان شويه، خوتي مريض ماشي مريض، مريض غوت مع واحد الميكروب حاشاكم اخوتي، واحد بنادم جا المهم بغى يعيق عليا اخوتي، التليفون ديالي جا هزو ليا فوق القبره، المهم اخوتي بغى يدير لي واحد العياقه ديال البريرو الصغرى اخوتي، المهم اخوتي راه عطيتو بواحد المسمنه جدا غوت اخوتي عليه شويه بزاف، صافي جا عرني داك الشيء تيشدني شدوني الناس وهاديك، المهم اخوتي بديت تنغوت تبحبحت كاع من هنايا كاع بلاصه الحلاق ملي ديالتي ضروني ما شكيت عليكم اخوتي، سمحوا لي تنعتذر على بالصوت اخوتي وصافي سمحوا لي. المهم اخوتي اليوم غنجيكم بالقصه ديال خويا دريس الطواش ولد مدينه فاس، وخويا احمد زواغه ولد مدينه فاس حتى هو. شنو المهم القصة ديالو السجن تولى الواحد في 2002 2003، المهم 2004 كانت الختانة ديال ولي العهد أمير مولاي الحسن، كانت ديك الساعة الختانة ديالو، خرجت أنا ديك الساعة عاف موال ملكي، من تما داك السيد شوفت مع ديك الليلة اللي خرجت أنا أوريكا كما تنقولو، خرجت تقريبا مع شي جوج ديال الليل، ماشي غير انا تقريبا كان واحد العفو شامل تقريبا شبه شامل، من تما ما استش دوك الناس خويا دريس طواش وخويا احمد زواغه، ونعم الرجوله ونعم الناس ونعم الاخلاق. وراه تقريبا الاكثر اللي تيعرف دريس طواش هو راه عنده واقيلا واحد القناه كان تيهضر على راسو وعنده شي مشاكل مع شي مسؤولين، المهم داكشي ما ندخلش فيه انا، هادشي راه تخرج دريس الطواش تا مبقاش تيرجع للسجن، تا مبقاش تيتاجر في المخدرات، حقاش عندو مرارة فاس، مرارة يعني تبيع مخدرات، وراه الناس تيعرفوه، خوتي فاسا راه تيعرفوه بأنه تحس السعادة. وبغيت نقولكم أخوتي فاسا دابا أنا تنقول بنسودة، فهمتي أخوتي تنقول بنسودة، حقاش أنا عندي العائلة في مونفلوري واحد مونفلوري جوج، ودزت فاس بزاف وتنعرف بزاف ديال الأماكن فاس. انا راه دزت فاس تقريبا راه في 1991 1992 1993 ومشيت ليها مجددا باش تبنى مون فلوري واحد مون فلوري جوج، المهم اخوتي دزت بزاف ديال المناطق تما بلا ما نقول لكم اخوتي. هي ديك اخوتي خويا دريس دخل عليا للسجن ديال تولى الواحد، دي كانوا حنا تهزو طرونسفير من حبس خميسات تمشيو تما تيدونا لواحد الكارتي سميتو حي الامل، واحد الحي حي الامل الناس اللي تيجيو جداد تيجيبوهم تما ديك الساعة، المهم تيهزو من الخميسات كان الإصلاح في السجن ديال الخميسات تيصلحو شي حاجة تما في البني، عاوتاني كذلك عين قادوس تيخويوها جابو الدراري في فاسا، جابو هاد دريس الطواش من موراه تبعوه خويا أحمد زواغا. هاد دريس الطواش أخوتي باش غنتعرف باش غنعرفو أنا بأنه نيت دول واحد السيلون، عاوتاني فواسا مع واحد السيلون، حنا واحد السيلون بوحدنا ابار، وحنا كنا في السيلون كان انا الاخ ديالي شي دراري ولاد خميسات معايا، حنا مجموعين ولاد خميسات بواحد السيلون، وام فاس معايا شي مكانسا، راه وقع ليا واحد النقاش راه عاودت القصه ديالهم خوتي، وما خاوق عندنا النقاش تسامحنا خويا رشيد بوسنا وخويا اخوه نبيل، خو نبيل بوسنا واخوه رشيد، يا باش وقع ليا المشكل و جاب ليا حواوصا وجاب ليا الخماسي، خماسي تاهو خويا، حواوصا تاهو خويا، هادو خوتي السجناء مكانسا، دابا راه تابو راه كل واحد بولادو وقيلا ولا، المهم راه ما عمرني شفت شي خبر منهم، من خماسي وحواوصا، خويا التقرطيط، خويا ولد عاشورا، هادو مكانسا دوزو معايا، خويا نبيل البختي تاهو خويا، دراري بزاف مكانسا خوتي، خويا السباح. خويا حليم الله يرحمه ويوليه برحمة الله، خويا صديق، هادو كلهم اخوتي
سجناء اصدقاء ديالي ما عمرهم خسروا لي خاطري، ما عمرهم عزوا بيا شي حاجه. هاد خويا دريس داو واحد السيلون، انا ديك الساعات مع خوتي كيما كنت نعاود لكم باسل ماشي الباسل البسالة، المهم راه تنكسر الحبس كيما بغيت. باش تدوز من كارتي لكارتي راه خاصك بزاف ديال الحوايج، بالنسبه لكارتي ديال الامن لكارتي ديال النور ملاصقين ماشي مشكل، دابا راه فوقوهم. بالنسبه للكارتي ديال الوحده وديال التقوى كانوا مشروكين، دابا راه فوقهم كل واحد عنده كور فيه فريميجا. لهذا خوتي الشباب ديما تنقول لكم خذوا منا هادشي اللي حنا دوزنا، ديروا نتوما استفدوا منه، استفدوا منه، دخلوا لدماغكم، شوفوا هاد السجناء شنو داز عليهم، شوفوا هاد راه ماشي تنعاود باش نشجعكم باش نخليكم تدزوا الاجرام كما دابا خوتي الاجرام. كنت تشوفوا شنو وقع عندنا في مدينة الخميسة خوتي الاجرام، اطلاق النار فردية خوتي، خدم السلاح خوتي باش تيشدوا عيب. انا ما لقيت ما نعاود، راه عندي شي فيديوهات اخوتي راه ما يمكنش اليوتيوب يقبلهم، ما كون مونطيتهم لكم وندخلهم لكم تشوفوهم والله، ولكن اليوتيوب اخوتي ما يخليش هاد الفيديوهات هادو يتقبلوا. ما عليناش اخوتي، هي هذيك انا ديما النصح اخوتي الشباب، الفانيد اخوتي الفانيد الفانيد خرج على عباد الله، الفانيد غيخرج عليكم اخوتي الشباب، الفانيد الا تبعتوه غيخرج عليكم اخوتي الشباب. لهذا ديما دوني النصائح كما تنقول لكم هكا، واخا كاين اللي ما تيديش كاع النصائح بحال ما تنهضرش كاع بحال ما تنهضرش، ولكن كل واحد وعارف شنو تيدير. انا المهم اللي عليا الرساله تنوصلها لكم، راه ماشي شرفت ولا هادي ولا لا، باقي فيا من ميدار الحمد لله باق، ولكن لا ديك الطريق لا روب ديك الطريق ما منها حتى شي حاجه. نزيدو نكملو القصه ديالنا اخوتي. هي ديك اخوتي الدراري فواسا، كاينين الدراري فواسا جابوهم، المهم انا تنتسارى الكروه من هنا لهنا من هنا لهنا، اللي سطواش راه تيخرج تا هو تيتسارى مع راسو كيما بغا، ما كاينش اللي غايقول لي شي حاجه. فهمتوني اخوتي، الدراري فواسا تنطرف على هذا تنسول، قالوا لي ودي هذاك راه شنو 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 خو جمال تا هو ما تنعرفوش، ولكن تنسمع به بانهم عندهم مراره ديال الحشيش، تيبيعوا الحشيش تيبيعوا هادي تيبيعوا هادي، وبانه كما قالوا لي الدراري فاس بانه فاس. المهم ما بغيت نجبد واحد بلا ما نكمل واحد القصه لا ما خصنيش نقولها كاع. تحياتي لخويا دريس، ربي يحفظك اخويا دريس، راك هنا وربي اللي عالم، شتك اخويا دريس في اليوتيوب، وان شاء الله ان شاء الله قالوا لي درتي شي قهوه، درتي مشروع ديال قهوات التصدق، مازال ان شاء الله نشوف، وعارف راسي عزيز عليك اخي دريس. انا تحياتي لك اخويا دريس، حقاش معاملتك وشحال شديتيني وشحال شدني اخوتي باش ما نضربش وجهي، حاجه المخيره تيقول لي اجديها. اللي خصني اخوتي انا والاخ ديالي واحد الدري سميتو امين طومبور، عاودت لكم واحد القصه ومازال ما كملت لكم القصه الثانيه، واحد الدري باسل تا هو ولد الرباط ولد السله والرباط، وواحد الدري سميتو عبد الرحيم جويلي تا هو باسل مع الموظف ما باسلش مع المشجون، تا هو صحته كامله دك دكا وتيعطي للفانير الصويا، مازال دابا مسكين الفانير تيعطي الصويا، الذاكره ديالو تمسحات، تلقى معاه اليوم غدا ينساك. فاني دا خوتي شنو تيدير، خصوصا تيضرب ديك اللي تيقولوا ليها الكوشمار. ما عليناش اخوتي، نتوما خو اللي تيطفر اللي تيمشي للفانير العاف الفانير عارف شنو هي الكوشمار، لا داعي لديك الاسم ديالها. ما عليناش اخوتي، هي هذيك دريس طواش خويا تي الخير اللي تيدير في ولاد بلادو بدون افتخار بلا كذوب بلا حتى شي حاجه، ولاد باب الله تيدور عليهم تيعطيهم داكشي اللي قسم الله كاملين. كذلك خويا احمد زواغه هذا تا هو راه في السلون بوحدو، راه كيما تنعاود لكم على خويا دريس راه كذلك زواغه، غير زواغه شويه ثقيل، دريس لا، دريس اخوتي راه واحد النهار جعر طلع ليه الدم على من على ولاد بلادو على الدراري فواسه. جبد اخوتي 14 والله الا 14 اخوتي عنده قداش 14 جنويه كبيره 14 جبد اخوتي، راه كون جا شي واحد قدامه راه حتى الدراري كلشي احترموه، وهادي المهم الدراري الاحترام ديالو تيعرفوه شنو تيسوا، وهادي وهادي ولاد بلادو كلشي احترموه، حتى واحد ما قدر يرد عليه الهضره وهادي، ولكن انا ما عندي معاه حتى شي حاجه،
صافي يا خويا دريس الله يكبر بيك، وعلى وجهي انا كما تندير على وجهك انت، وهذه وهذه وهذه، بقيت نشد اخوتي. المهم هو انا والله اخوتي الا تدخل ساك ديال الويسكي، ساك ديال الويسكي اخوتي من الزياره تتقلبش، ساك ديال الويسكي عامر بالويسكي، تلقى 8 ديال الويسكيات 10 12، المهم داكشي ساك عامر بالويسكي وفوق منه مغطي بفوطه حلا ما كاين حتى شي حاجه اخوتي، ما كاين لا باراج اللي غيشدوا لك حتى شي حاجه من الزياره. مخدرات زي ارا تشوف ما عندك كميه ديال الحشيش كميه ديال القرقوبي. هو ما انا ما عمرني شفتو سكران، عمرني شفتو شاد شي جوان في يديه. تنجلس معاه بلاصتو انا والاخ ديالي وداك الدري امين طومبو، تنجلسو تيعطينا باكيه باكيه ديال الكارو، تيجبد طرف طرف. المهم داكشي هاكو تتنعسو ثلاثة بكم، هاكو هادشي هذا بيناتكم، ما نبغيكمش حاجة وحدة. هي أخويا خليل أمين ومصطفى على أخويا، ما تضربوش وجهكم، ما تضربوش حدكم، هانتوما مالين الوقت هنايا تتشوفو غتبقاو غتعاندو فيهم، غتبقاو. المهم النصائح أخوتي تنصح فيا وتنصح أخ ديالي وتنصح كذلك خويا أحمد زواغة تا هو، تنجلس معاه في بلاصتو. مرحبا خويا خليل، هز لي هز ما هز بيدك وبرجلك، هز لي بغيتي. الحانوت كان لداخل وسط الكارتي، ما بين الكارتيات كان الحانوت، وراه الحانوت راه تخرج غير الحانوت. واحد شويه جا واحد المدير الحبس تطلق، ولات الساحه خرج دخل من هنا، خرج دخل من هنا، الفاسه ها الفاسه محيحين مع ولاد ما كان ساهم، كان ساهم ولاد السلاحه ولاد السلم الرباط. ها الحبس مخلط اخوتي بجميع الانواع، ديك الساعه باقي ما تيجيبوش الدراري ديال طنجه ولا الدراري ديال لا سونترال، باقي ديك الساعه ما تيجيبوهمش. شتي تنقول لكم اخوتي 2002 2003 ما عليناش اخوتي، هي هذيك. المهم اخوتي فاش وقع لي عاوتاني داك المشكل مع ابو سنه، هو خويا نبيل وخويا رشيد، راه القصه ديالو عاودتها واحد الفيديو، راه كاينه في واحد الفيديو اخوتي يوتيوب القناه ديالي. شكون غيدخل عاوتاني غيساوي الامور ما بيني وبين الحواوصه وما بيني وبين الخماسي؟ مع كان عندي خويا واحد لوطار، انا شكون تنعزف كنعزف على اللوطار، عندي واحد لوطار ضربت خويا خماسي للراس والحواوصه زويت عليه. المهم اخوتي ماشي زعما تنفتخرو ولا شي حاجه، وكاك راه تسامحنا وراح نرجعو راح ناخوت تيم قدرهم وتيقدرونا. المهم هاي هما دخلوا مع ولاد بلادهم نبيل وسنا وخويا رشيد، دخلوا له واحد 50 غرام وقع عليها واحد المشكل، وهذه المهم راه القصه تبعوها في اليوتيوب راه كاينه. دريس طواش هو اللي دخل، وخويا زواغا هما اللي دخلوا الساعه. برمضان مازال ما غنضربش مع برمضان حتى المقتل الثاني، ما غنضربش مع برمضان انا في تولال، برمضان غنضرب معاه في الزليريك اخوتي. دابا نعاود القصه ديال خويا، قالوا لي عاود لنا لا خونا برمضان راه سهل عليه الله، الله يسهل عليهم بجوجهم. ما عليناش اخوتي، هي هاديك قلت لكم اخوتي هو اللي ساوى عليا. واش ما كاينش اللي تيهضر مع اخوتي في مؤسسه كامله، هذا سجين محترم ماشي سي سجين اخوتي اللي تعدى على هذا ولا يبغي اي خو. لبس المزيان السيرفيت كومبلي، السبرديله كومبلي بلون واحد، والكاسكيطه والنور سبحان الله اخوتي تيضرب من وجهو، ديك الساعه النور تيضرب من خويا دريس من وجهو، ونعم الرجوله اخوتي. وتيدوز حبسو راجل، دوز حبسو برزقو، وعاد ارا خوتي داكشي اللي تيتلاح من روند شمال جنوب الحيط، قاش هو الفوق والشراجم ديالو موالين روند شمال خويا هكا، والحيط الصور ديال الحبس. تيجيو الدراري ديالو فواسا مسائل، هو الشرجم الدراري معاه في البيت، تيلوح عاوتاني الكردة السلبة، تنقولو لها حنا السلبة تتصاوب السلبة تتلاح اخوتي. تعقد داكشي اللي قسم الله تما ديال المخدرات، جميع انواع المخدرات تيجيب داكشي، ارا ما عندك البيع والشراء، خدام على راسو الله يسهل عليه. ديك الساعه دابا راه قالوا لي كيما قلت لكم، قالوا لي بان صافي راه مشى تابن. انا تيهضر على واحد الفيديوهات بانه كانوا محاصرينو، بانه راه تيبيع مخدرات وديما داخلين عليه تيقلبوه، ديما عنده شي مشاكل كيما قلت لكم، كانت عنده شي مشاكل ماشي مسؤولين، داكشي ما ندخلش فيه انا، الله يعاونو الله يسهل عليه. ولا خويا زواغا كذلك تا هو كان بحال ما هكا، تا هو غير هو زواغا خويا ما عندوش مع المخدرات، ما تيتهجر ما تيشي حاجه، عايش برزقو. والمهم تا هو
ولاد بلادو ما دايزهمش. انا تنقول حتى نقول لحمد زواغه لقب ديالو زواغه، حتى هو ما تيفوتش ولاد بلادو، حتى هو ولاد باب الله كيرشهم باش ما قسم الله. اللي جا عندو ما يرجعش بلاش من نعمه الرجوله باش ما بغيتيه. يلقى بنادم مروندي عند الموظفه عند المسؤولين دير صداع غيتعاقب، ولا كاع يقدر يتضرب، يقدروا يشدوه يضربوه يتعاقب على داك الخطأ اللي دار، تيتفك ما تيتضربش اخوتي، تيفكوه لا هو لا بليس الطواش، تيخلوش بنادم. كانوا ديك الساعة عاوتاني مكانسة، تا هما دايرين بلاصتهم، الأكترية مكانسة كانوا في كارتي ديال الوحدة وديال التقوى، وما تما في كارتيات كان معنا واحد الدري عاوتاني سميتو عبد الحق، عبد الحق الفاسي كانت عنده 15 سنة، تا هو تبزنيز، تا هو من الصناد ديال الحباسة، ما يدوش بنادم ما يتصرفش الما للوقت، هذاك إلا دار إضراب على الطعام الجميع الجميع يحيد من الإضراب على الطعام، الجميع يفتح الإضراب على الطعام، إلا على مشكلو، هو عنده شي مشكل مع المسؤولين، ما تكونش عنده ما عندوش هو شي مشكل مع المسجون، المسجون محترم ومقدرو ومقرو، عنده مشكل مع الموظفة. عبد الحق خويا راه تا هو مدة ما شتوش من ديك الساعة، كانت عندو مسكين 15 سنة، تحياتي ليه تا هو من هاد المبرادة، نعمة رجولة دوزنا معاه مهلاي فينا بزناز، عطيناه يشد يعطينا الحشيش ويتهلا فينا، يعطينا الممنوعات ويتهلا فينا، ما عطيناش يعطينا بغينا شي حاجة كالشراء بطاطا الفرماج أي حاجة السكر أي، المهم ديك الساعة أنا راه ما تنزورش، تندبر على راسي من عند الخوت. بحال هكا عايش مع هاد الرجال هادو، اللي بغيتها تمشي نجيبها من هادو نجيبها من هادو نجيبها من هذا، بالرجولة وبالأخوة، بالنسبة للممنوعات بالنسبة ما ناكل. ديك الساعة كان المدير ديال المؤسسة دير ليا خرصة، كل اثنين في العشية تنمشي تنجيب من المؤسسة، تتعطيني الريجيم ديالي فيه الحليب نيدو، فيه السنيدة، فيه العطرية، فيه أتاي حبوب، فيه بطاطا خضراء، فيه البصلة خضراء، فيه مطيشة خضراء، قفوة ديالي على قدها، والمدير تيديني للحانوت، تنمشي للحانوت تناخد خمسة ديال الباكيت ماركيز وخمسة ديال الباكيت ديال كازا وميتين درهم ناخد بها السلعة اللي بغيت. هادي من عند المدير السي محمد الزهري، الله إلا مات الله يرحمه إلا باقي عايش الله يطول في عمرو، وتحياتي ليه من هاد المنبر. تا هو كندير ليا خوتي خرصة، حقاش شاف واحد الضربة يلاه جلس هو على المكتب، راه عاود تا خوتي في القصة ديال قصتي مع الزيزوار ديال الضربة اللي ضربت مع عبد العزيز توابت، تحياتي ليه تا هو من هاد المنبر هذا. وفاش دخل هو على الدواء على القصة ديال قصتي مع ولد غنو، كبر برقاك في المؤسسة باش ضربت وجهي، راه كاينة القصة خوتي، القصة ديالي مع كبر برقاك في سجن تولى الواحد، تبعوها وغادي تعرفوا علاش المدير دار ليا هاد الخرصة شهرية. ماليناش اخوتي، خويا دريس طواش، هادي القصة ديالي مع فهاد الحبس هدا، وهادشي اللي عاودت لكم، ولا داعي لشي حاجة أخرى بغيت نهضر عليها خوتي. احتراماتي لخويا دريس وخويا زواغة تا هو كذلك، شي حاجة أخرى تا هو احتراماتي لي واحتراماتي لبعض الموظفة على واحد المشاكل كانوا وقعوا ما خصنيش نهضر عليهم، هادشي ما نهضرش عليها خوتي، احتراماتي لهاد الناس هادو. وخويا عبد الحق الفاسي تا هو إلا بغيت إن شاء الله نعاود لكم القصة ديالي، المهم هو راه قلت لكم هاد المحاولة اللي كنت تدير معايا، المعاملة اللي تدير معايا. خويا بورمضان دابا نعاود لكم القصة ديالي كيما طلبها لي داك خويا، قال لي نعاود لي، قال لي عاود لي على خويا بورمضان، مرحبا خويا ان شاء الله، ولكن غادي ندير واحد الاذن منه خويا ان شاء الله، راه قربت نوصل للنمره ديالو، حقاش تلاقيت معاه هنا في خميسات، بقى شاد واحد البارك قدام المحطه غيفطر هو، تضرب فيا، المهم اخوتي جلست معاه فطرت معاه تهلا فيا مزيان، الله يكثر خيره مسكين والله يطول في عمرو، كيما قال لي داك الدري راه سهل عليهم الله، الله يزيدو من عنده ربي يزيدهم. وهذه هي القصه خوتي ديال خويا دريس الطواش، خويا زواغه عاودت لكم عليها اي واحد شويه خوتي، من ذكرت هاد الناس هاد الاسماء هادو، علاش حنا تنهضروا على محتوى السجون المغربيه، تا
تحياتي اخوتي لهاد الناس هادو بعدا كيما قلت لكم دابا، وان شاء الله اخوتي اي قصه مهم تنعود القصص الزوينين وتنعود داكشي اللي يتفرج فيه الكبير والصغير. لا داعي لهادي ولا داعي لهادي ولا داعي لهادي ولا نبقى نكذب ولا نبقى انسان ما دوزتش معاه، شي ناس طلبوا مني نعود لهم على بعض الناس غير تنسمع بهم اخويا، ما نقدرش فاسه حتى هما غير تنسمع بهم، ما نقدرش اخويا نعاود لك داكشي اللي تنسمع عليه، لا نعاود لك داكشي اللي دوزت انا واللي عشت مع دوك الناس، وكاع انا عشت مع دوك الناس غير اللي شفت انا بعيني، نقدر نعاود لك داكشي اللي شفت بعيني، ما راه شي حاجه سمعتها عليهم اخويا راه ما نقدرش نعاود. فهمتيني اخويا اللي قلت لي عاود لي على فلان على فلان لا داعي لديك الاسم ديالهم الكومنتار كاينين، عاود لي عليهم قلت لك اخويا راه ما دوزتش معاهم غير تنسمع عليهم. لهذا اخوتي اخوتي المغاربه هذه هي القصه ديالنا ديما اخوتي الشباب، الله يحفظكم الى ما بقاو تسمعوا الهضره ديال الناس اللي تنصحوكم، الله يجازيكم بخير وليداتي الى ما بقاو تسمعوا الهضره ديال الناس اللي تنصحوكم. اخوتي المغاربه داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن، تحياتي واحتراماتي وتقديري لكم جميعا اخوتي، ربي يحفظكم خوتي الجزائريين التونسيين الليبيين الموريتانيين، وقال تيشهد بشهد لا اله الا الله شهد ان محمد رسول الله. وديما خوتي الرابط ديال الصفحه ديال الفيسبوك صحاب نجمه 6 راه تلقاو خوتي راكم متبعينها، فيها بعض المقاطع ديالي انا او ديال سجانة اخرين، وتفرجوا مع راسكم صحاب نجمه 6 غير مازال ما ان شاء الله غيبداو يتلاحوا بها الفيديو من هنا ان شاء الله، تلقاوه تما هو في نجمه 6 ان شاء الله في فيسبوك في الصفحه تلقاو الرابط ديالها في الوصف اخوتي. وتحياتي مرحبا بكم تنتوما صحاب نجمه 6 واخا ما عندكمش تفرجوا، تحياتي لكم اخوتي كاملين، ربي يحفظكم وراكم هنا وبلا بكم حنا راه ما كاينينش، نموت عليكم اخوتي.